نتحدث في هذه المساحة مشاهدينا الأكارم عن الكهرباء ومشكلة الكهرباء في اليمن. 9 سنوات أو 8 سنوات بالضبط الكهرباء مقطوعة على كثير من المناطق، خصوصا المناطق المحررة وكذلك المناطق التي تحت سيطرة الحوثي وكذلك المناطق المحررة. لو أخذنا اليوم نموذج تعز، يعني تعز خصوصا أن فيها مجموعة من الشباب الواعي عملوا حملة، واعتقد ان واحد اسمه نايف الورافي هو اللي قام بحمله جميله اسمها تعز طافي، يعني بتمثل يعني معاناه الناس في محافظه تعز وتمثل طبعا اليمن باكملها. دعا مجموعه من الشباب انهم يشاركوا مع مجموعه من الاغاني لايصال هذه الرساله بالاغنيه وبطريقه جميله، وخصوصا انه كان بيدعو الناس الموجودين في تعز الى تشغيل محطات عصيفرة وإذا تشغيل محطات تدعم هذه المحطة، وكما قالوا أسوة بمارب لأن مارب فيها كهرباء. إذن نشوف الأغنية ونستقبل الاتصال مع ضيفي الكريم يحدثنا عن تفاصيل هذه الحملة وعن الكهرباء بشكل عام الموجودة في تعز. مش غلط مش غلط سوا شادي ونتضاوي شوية، مش غلط يا جانيات الفواتي طال العنا يا هوانير، الشعب صابر ومنكوب ولا لقيل قضيه، نهتف ونطالب والناشد والكل متعامس، ونقول الدنيا غدرة والظلام دامس، نهتف ونطالب والناشد والكل متعامس، ونقول الدنيا غدرة والظلام دامس، ونجلل على ضوء الشمعة بنذاكر ونشوف الويل، ونجلل على ضوء الشمعة. ماما طير يا درب العنا فواتير، وش ذنبي أنا؟ ماما طير يا درب العنا فواتير، وش ذنبي أنا؟ فواتير تملل لي حياتي، أنا كيف نتمنى الهنا فواتير. والكهرب الآن باقي طفي طفي وتنسي، والمواطير تروح وتجي تروح وتجي، والشاهينات انخرقت والحسوة عادي رقع، والكهرب باقي تطفي تطفي وتنسي، الكهرب الآن باقي. معي الصحفي من تعز محمد المياس. محمد حياك الله، يعني خبرنا مثل هذه الحملات يعني بأيش ممكن أنها تدعم القضية هذه والمطالبة طبعا بعودة التيار الكهربائي لمحافظة تعز. بداية مساءك أخي الكريم وبسادة المشاهدين. مساء النور، أهلا وسهلا. طبعا مدينة تعز منذ 9 سنوات وهي تعيش في الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الحرب. طبعا مدينة تعز وأبناء تعز طالبوا كثيرا، يعني منذ 9 سنوات وهم يطالبون وينفذون وقفات احتجاجية، ينفذون حملات إعلامية ومطالبات متكررة، لكن الحكومة لا تزال حتى الآن يعني لم تبدي أي مطلب من مطالبهم فيما يخص شبكة الكهرباء. يعني برأيك خلينا نفهم قبل ما نتكلم في التفاصيل محمد، يعني ايش المشكلة؟ يعني انه الان احنا فاهمين الحوبان وهذه الاماكن جزء مع الحوثي وجزء يعني محرر مع الشرعية، ايش المشكلة الان؟ يعني ايش المحطة اللي ممكن تغذي تعز؟ وليش الى الان يعني الحكومة ما قامت بأي خطوة يعني لتغذية هذه المحطة وإعادتها، يعني إعادة تشغيلها إن كانت يعني هدمت أو حصل لها أي شيء في الحرب؟ طبعا في مدينة تعز هناك محطة عصيفرة التي كانت تغذي المدينة بالكهرباء قبل الحرب،
بعد الحرب تعرضت هذه المحطة للاستهداف، تعرضت لمشاكل وأضرار مما تسبب في يعني خلل وإنه غير قابلة للتشغيل. لكن المشكلة إنه تعز كونها محاصرة وهناك سلطة محلية غائبة، ربما هناك تم خصصة الكهرباء الحكومية سلمت الشبكة الداخلية التي كانت تتبع الدولة لتجار مستثمرين الكهرباء التجارية مبلغ مالي لأصحاب الكهرباء التجارية ولا إيش؟ نعم، الآن الكهرباء التجارية في مدينة تعز ملاك الكهرباء التجارية يستخدمون الشبكة التابعة للدولة مقابل أنهم يدفعون نسبة 30% للسلطة المحلية. هذا الأمر اللي كان سبب في عدم قيام السلطة المحلية بواجبها، ربما تستفيد من هذه النسبة وإعادة تشغيل الكهرباء الحكومية ربما لن يكون بهذه الفائدة بالنسبة لهم. نعم، وهذا الأمر جعلت السلطة تتغاضى عن تلاعب التجار بأسعار كيلو الكهرباء لأن لديهم نسبة معينة من هذه المبالغ، فيجعلهم أنهم يتغاضون. طيب، ولا لا يسكتوا إلى الآن. أنا أشكرك جزيل الشكر محمد المياس صحفي من تعز على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك.